السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحقيقة. عزز جيش الكيان الصهيوني من قواته للمساعدة في عملية البحث المتواصل منذ 4 أيام عن الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من التحرر ذاتيا والخلاص من أكثر السجون تحصينا لدى الاحتلال الصهيوني. عملية هروب بطولية فريدة هي الأروع خلال 5 عقود. تقريبا مرت 6 أسرى فلسطينيين انتزعوا حريتهم بأنفسهم من سجن جلبوع الصهيوني، مسددين بذلك ضربات قوية لأسطورة المنظومة الأمنية في السجون الصهيونية لتكسر هيبة الاحتلال وتمرغ أنفه في التراب. لا تزال أصداء تلك العملية البطولية والمهمة المستحيلة للأبطال الستة تتردد في آذان قادة الاحتلال الصهيوني، فربما أصابتهم بالصمم. مشاهدينا الكرام، كيف حطم 6 فلسطينيين قيود سجن جلبوع؟ نرحب بضيفنا هنا في هذه الحلقة دكتور موسى عكاري، الباحث في الشأن الفلسطيني والأسير المحرر. دكتور موسى، تحية لك. حياكم الله. إذن في البداية، ما الذي تمثله عملية هروب 6 أسرى من سجون الاحتلال بالنسبة للشعب الفلسطيني اليوم؟ هذا نصر جديد للشعب الفلسطيني وعرس شعبي فلسطيني وكسر لعنجهية الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يمتلك آخر صرعة من التكنولوجيا الأمن، وهي دولة أمنية. هذه الدولة القائمة على الأمن والتي تتبجح بأنها تمارس الأمن بأفضل شروطه وأعلى مستوياته، الآن هذه الدولة تنفضح أمام العالم كله بأنها يعني قد عجزت عن توفير أو عن ضبط سجونها الداخلية وكذلك خروج وفرار هؤلاء الأبطال من سجون الاحتلال. هذا نصر فلسطيني وهذا هزيمة صهيونية صرفة. وقد أشرت إلى ربما الإجراءات الأمنية، ما هي أبرز الإجراءات الأمنية التي يقوم بها الاحتلال لتأمين السجن ولضمان عدم هروب الأسرى من السجون؟ أخي، تعرف مصلحة السجون الصهيونية منذ الاحتلال الصهيوني لفلسطين قد ورثت مجموعة من السجون القديمة من فترة الانتداب البريطاني، كانت في الضفة الغربية في قطاع غزة وبعضها حتى في الداخل الفلسطيني. من ضمن هذه السجون سجن عسقلان وسجن غزة المركزي وسجن الخليل وسجن جنيد في الخليل، فكانت تسجل الفلسطينيين في التاريخ في هذه السجون التي ورثتها من الاحتلال البريطاني. طبعا بعد تكاثر أعداد الأسرى الفلسطينيين قد بنت سجون أخرى ومعتقلات أخرى. أنا أذكر مثلا في انتفاضة الحجارة في سنوات الثمانين، آخر سنوات الثمانين، قد بنت أنصار 2 وأنصار 3 في النقب وكانت عبارة عن خيام، ولكن حينما أصبحت تزج في السجون الأحكام العالية قد بنت سجون بمواصفات أمنية مضبوطة وبمواصفات أمنية عالية، وأصبحت تعتبر نفسها في مصلحة السجون هي فخر الصناعات وفخر السجون على مستوى العالم، بحيث أنه يعني قد بنت الجدران وما تحت الأرض ووضعت الكاميرات والأجهزة التقنية من أجل يعني أن لا يدخل حتى نفس إلى الفلسطينيين إلا يكون تحت المراقبة. آخر سجن أو الذي جرت فيه عملية فرار الأبطال هو سجن الجلبوع، قد بني في 2000 وبعد يعني بعد 2004 و2003 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، وقد زجت فيه الأحكام العالية من الأسرى الفلسطينيين. هذا السجن بني هندسيا على حسب الرسوم الهندسية أو السجون الإيرلندية، وقد كانت يعني بريطانيا تقوم ببناء هذه السجون من أجل يعني زج المناضلين الإيرلنديين في هذه السجون، وكان عندهم هذا النموذج الناجح. قامت دولة الاحتلال بأخذ هذا النموذج واعتبرته بأنه نموذج يعني جيد
للأسرى الفلسطينيين، وبنت هذا النموذج جنب معتقل قديم هو معتقل شطة في الشمال الفلسطيني، حيث أنه في سجن شطة أصبحت الأحكام المتوسطة والخفيفة تضعه في سجن شطة، بينما الأسرى والأحكام العالية تزجهم في سجن الجلبوع. هذا السجن أخي يعني مواصفاته دقيقة، وفيه آخر سرعة التكنولوجيا في التحكم والكنترول والرقابة على ما الذي يميزه عن السجون الأخرى بالتحديد دكتور موسى؟ يعني يميز هذا السجن بأنه الأكثر شراسة في موضوع الضبط، والأكثر شراسة في اتجاه الضغط على الأسرى الفلسطينيين. أول شيء السجن جدرانه يعني أعلى من الجدران العادية من حيث الارتفاع، نعم من حيث الارتفاع 13 متر تقريبا، وأيضا هناك لا يوجد سياج على فوق الجدار، هناك يعني شيء بشكل دائري، بحيث أنه يعني لو استطاع أحد الأسرى أن يرمي حبل بخطاف على هذا لا يستطيع أن يعني أن يعلق بالسياج مثلا. هذا بالنسبة للجدار، والجدار عليه أيضا عليه أبراج مراقبة فيها العامل البشري اللي هو السجانين، وأيضا على كل برج هناك أربع كاميرات، كاميرات ترصد الخارج وكاميرات ترصد الداخل، والكاميرات 350 زاوية 360 بحيث أنها تستطيع يعني أن تلتقط بشكل دائري من جميع الجهات، نعم الصور في أي شاردة أو واردة داخل أو خارج من السجن. إضافة إلى ذلك يعني هذا الجدار من داخل السجن هناك أيضا سياج، وهذا السياج يكون مجرى للكلاب، وايضا خارج الجدار من خارج السجن يكون ايضا هناك منطقه حرام هي للكلاب. فتخيل اخي هناك جدار على يمينه الكلاب البوليسيه وعلى يساره الكلاب البوليسيه، وما بعد الكلاب البوليسيه يعني بعده هناك دوريه تاتي كل فتره كل ربع ساعه، يعني دوريات سياره تمر، نعم سياره بالجبات العسكريه. وايضا السجن هو موجود ايضا يعني ما خلف هذا يوجد منطقه حرام، تكون منطقه لا يوجد فيها شوارع، الكاميرات تراقب، هناك اخي الاناره القويه بحيث انه في منطقه نائيه نعم، ولكن هناك شوارع قريبه منها يعني قد تبتعد الى من 3 إلى 5 كيلومتر عن السجن. هذا بالنسبه للسجن بالشكل الجدار من الخارج، من الداخل. اما في الداخل اخي يعني بعد السياج الذي ياتي منه الكلاب ايضا يوجد دوريه راجله في الداخل تكون للجنود الاحتلال الجنود والسجانين، وكذلك هناك الأقسام يعني كل قسم وأمامه ساحة، ليس هناك ساحة لكل الأقسام، يعني ليس هناك شكل مستطيل لكل أقسام وفي الوسط ساحة. هذا كان في السجون القديمة مثل سجن عسقلان أو سجن جديد. في أي سجن سجنت حضرتك دكتور؟ في أي سجن؟ أنا مررت على كثير من السجون أخي الحديثة والجديدة. السجون الجديدة كل قسم له ساحة خاصة به، بحيث أنه الذي يعيش في القسم كأنه يعيش في سجن منفرد عن الأقسام الأخرى، كل قسم هو سجن بحد ذاته منفصل عن حتى لا يتلاقى الأسرى الفلسطينيين مع بعضهم البعض، حتى لا يقوم بأي خطوات تصعيدية ضد الاحتلال أو ضد مصلحة السجون بشكل جماعي، وذلك من أجل عزلهم. فكل قسم هو مفصول عن الآخر، بينما أيضا مثلا يوجد هناك أيضا بعض المرافق الأخرى، هذه تكون طبعا تحت السيطرة، مثلا عيادة السجن لها أيضا ضوابط أمنية ولها الآخرين. طبعا هذا كله تحت الكاميرات، يعني كما يوجد كاميرات على الجدران الخارجية أيضا يوجد كاميرات على الساحات الداخلية على الكاردورات أو الممرات الداخلية إلى ممرات غرف الزيارة الأهل، ممرات إلى العيادة، ممرات إلى غرف الترحيل، وأيضا يوجد كاميرات أيضا أصبحت حتى في العربات النقل الأسرى ما يسمى ويطلق عليها بين هلالين البوسطة. فلذلك الكاميرات موجودة في كل مكان، موجودة في كل مكان، حتى في بعض الزنازين لدى الاحتلال هناك كاميرات موجودة داخل زنزانتك، داخل الزنزانة، داخل الزنزانة. لماذا سمي سجن جلبوع بالخزنة كما يطلق عليه؟ لأنه تعتبر مصلحة السجون والحكومة الصهيونية بأنه هذا مفخرة السجون الصهيونية. خزنة يعني إشارة للإحكام في القبضة، الإحكام، وأنهم يضعون الشيء الثمين في هذا الشيء الذي لا يستطيع أحد أن ينفذ إليه، واستطاع هؤلاء الستة الأبطال يعني أن يخرجوا
منه سالمين والحمد لله. طب هذا الوصف ربما للسجن من الخارج، للسياجات، نعم، للأبراج، للأسوار، نعم. من الداخل تحدث عن الزنازين، شكل البناء الهندسي للزنزانة، نعم. هناك بعض الزنازين تكون في بعض السجون بالخرسانات، نعم، وهناك يكون الجدران فقط من الطوب وبعض المواد البناء وغير ذلك. من أي مواد تتكون جدران الزنازين سجن جلبوع؟ أخي، السجون كلها تتشكل من يعني جدران إسمنتية لا يعني تقل عن 30 سنتيمتر، وأيضا يعني مسلحة بالحديد، بالقضبان الحديد. كلها وكلها يعني، وخاصة الزنازين يختارون الألوان القاتمة في البويا أو الطلاء الداخلي حتى يعني يكون هناك ضغط نفسي على الأسير الفلسطيني. أنا أريد أن أخذك إلى أصغر زنزانة وما يطلق عليه باللغة العبرية السنوك. السنوك هو عبارة عن أخي عن زنزانة لا تكفي إلا أن تكون متمددا فيها، يعني هي مساحتها مساحة فرشة مفردة، وهذه الزنزانة عندك في الزنزانة فقط فرشة، ويوجد عندك أنبوبتين للماء، يعني أنبوبة للماء متر مثلا، يعني هي تقريبا أكثر شيء يعني نصف متر في مترين تقريبا، نصف متر في مترين، نعم. وهذه فيها الفرشة، فيها الفرشة على الأرض، ويوجد فيها هناك يعني قارورة لشرب الماء وقارورة لإخراج الماء، يعني للتبول. ولا يوجد فيها أي شباك أبدا، يوجد فيها قوة في الباب صغيرة، يعني بقدر 10 سنتيمتر وتغلق، يعني هو من أجل أنه تفتح والضابط المخابرات أو السجان أنه يعني يراقبك ثم يغلقها. وهذه ارتفاعها بحدود تقريبا 4 متر، الأربع متر. وفي السقف أخي يوجد هناك فوهة في السقف، وهذه الفوهة أيضا عريضة، يعني على تقريبا سمكها 40 سنتيم، وعليها أيضا شادر بحيث أنت تعرف النهار من الليل من خلال هذا الشادر. إذا يكون هناك إضاءة، إذا نحن في وقت النهار، إذا يكون هناك عتمة أنت في وقت الليل. طبعا أنا هنا أوصف لك الزنزانة التي أنا كنت أعيش فيها، وهي في سجن إيشل في جنوب فلسطين في صحراء النقب. عشت هذا في زنزانة بهذا الشكل؟ نعم. عشت فيها، نعم. كم عام؟ لا، هذه يسموها السنوك اللي هو للعقوبة. نعم، العقوبة، يعني أنت إذا تعمل مشاكل مع إدارة السجون تعاقب فيها مثلا شهر شهرين أو 6 أشهر، وهناك من قضى أكثر من 6 شهور 6 أشهر في هذه الزنزانة بهذه، نعم، المواصفات، نعم. ويعني وهناك أيضا في نفس الزنزانة أو ما يسمى السنوك فوق الباب هناك أخي أنبوب ماء أو صنبور ماء، يعني إذا أنت تعمل أي مشاكل هم لا يكلفون أنفسهم بقمعكم، فقط يفتحون الماء عليك فتبقى مبلول أنت والفرشة، وتبقى ذلك يعني أسابيع يعني أو هذا. أيضا يستخدمون معك يعني إذا بقيت على بين قوسين العصيان أو التمرد عليهم، يدخلون إلى الزنزانة ويصفدونك بأيديك وأرجلك، وتبقى في الزنزانة المبلولة أيضا مصفد الأيدي والأرجل بحيث لا تستطيع أن تقوم للصلاة وغيرها. هذه الأتسنوك وهذه الزنزانة موجودة في كل السجون، يعني هذه استراتيجية أكثرها إلى من كان في سجن إيشل، وخاصة أن الجو حار، فأنت يعني تكون تعيش في ساونا حقا، في ساونا في فصل الصيف. والجميل في هذا الموضوع، الجميل في هذا الموضوع أنت تدخل هذه الزنزانة وترى كل هذا البؤس، وتجد أنه يعني اسم أحد أبطال فلسطين كان هنا، فهذا يعني ينفح خوفيك معنويات قوية، يعني طيب يرفع معنوياتك إنه جميل مر هنا مثلا الشيخ صلاح شحادة مثلا، أو كان هنا مثلا الشيخ فلان يكتب اسمه، شايف. وأنا أقول في هذا إذا سمحت لي وإذا سمحت لي الوقت، بأنه هنا يعني كأنك في القرآن الكريم أخي، يعني كانت هناك القصص تفسير عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذكره معانيات القدماء والرسل والأنبياء وأنت حين تدخل هذه الزنزانة وتجد أنه لا، هذه الزنزانة دخلها غيرك من الأبطال والهذا، وخرجوا يعني شاميخي الرأس وقادوا الشعب الفلسطيني، فهذه أيضا تنفخ فيك الأمل بأن يوم الفجر ويوم التحرير يكون قريبا إن شاء الله، قريبا بإذن الله لكل أسرانا في سجون الاحتلال والأسرى المظلومين في كل مكان من بلاد المسلمين.
إذن لو عدنا مرة أخرى دكتور موسى إلى سجن جلبوع، تحدثت أنه الجدران من الخرسانات، الأرضيات مما تتكون، تحدث عن عملية هروب من خلال الأرض اليوم. نعم، الأرض كالجدران أخي، هؤلاء خرسانات. يعني يصنعون صندوقا، يصنعون صندوقا ويضعونها على الأرض. هذا الصندوق هو عبارة عن أرض أيضا خرسانية فيها يعني بطون سمكه من 20 إلى 40 سنتيمتر، وأيضا فيه القضبان الفولاذية والحديدية تكون، فأنت تكون في صندوق سواء في السقف أو الأرض أو حتى في الجدران. فهؤلاء الأبطال الذين قاموا بهذا الثقب أو هذا الحفرة في داخل أرضية الحمام غرفتهم، هم قاموا بعمل شاق قد استغرق يعني ليس أقل من شهرين أو ثلاثة أشهر، وهم يحفرون فقط الخرسانة الباطون. فما بالك إذا وجدوا يعني الفتحة الأولى، الفتحة الأولى نعم لهذا النفق أو حفرة. نعم نعم، ونحن شهرين لثلاث أشهر. نعم، ونحن مررنا على نفس التجربة في سجن عسقلان في عام 97 أو 1997. كان لكم تجربة في ذلك. نعم، وقد حفرنا حفرة مثلها وقد استغرقت معنا تقريبا من شهرين إلى. طب سأعود إلى هذه التجربة الحقيقة. نعم. لأنه شوقتنا دكتور موسى. اليوم ما هي الأدوات التي عادة ما يتم استخدامها في يعني صنع مثل هذه الأنفاق أو حفر حفرة بهذا الشكل؟ والخروج من نتحدث عن 30 متر تقريبا طول هذا النفق. نعم. حتى وإن كان هناك عوامل مساعدة يعني بعض المواسير وغير ذلك، لكن ما هي الأدوات؟ الأدوات هي أولا معنويا قبل أن تكون حسية. الأدوات المعنوية هي عزيمة قوية وإرادة تجابه الجبال وتجابه العدو، هذه إضافة إلى معلقة. معلقة يعني نعم، إلى معلقة أو إلى يعني شيء، أي شيء ممكن يكون شفرة براي، ممكن يكون يعني أي شيء حاد. يعني نحن حينما كنا في السجون كنا عندنا سكاكين وكان عندنا سيوف، وكانت يتساءل يعني مصلحة السجون أين تحصلون على هذا، فكنا يعني نوفر ذلك ونعمل يعني عندنا أدوات نستطيع بها أن نؤرق العدو حتى في داخل العدو في داخل. لكن لحظة فأنا أقول لك كيف سيوف في الزنزانة هذا؟ يعني أنا أريد أن أقول لك حادثة حدثت معي. يعني كان في أحد السجون، أنا كنت في سجن رامون في الصحراء النقب، وأيضا سجن حديث على طراز جلبوع، وكان هناك مشكلة ما بيننا وبين الإدارة. ففي إحدى المرات ضبطوا بعض التليفونات أو الموبايلات التي هربها الأسرة يعني، فأنا كنت أجلس مع المدير فقال لي، يعني كنت أنا ممثل على الأسرة، فقال لي كيف تدخلون هذا وهذا وهذا والتليفونات وهذا ممنوع وإلى آخره، وأنا كنت أحاجز عن ذلك بأنه أنتم تمنعون الزيارة عن أهل غزة ونحن نريد أن نتواصل مع الأهل ووفروا لنا البديل، يعني لا نلجأ لتهريب الموبايلات. نعم، فهو قال لي هذه كلها حكاية لا أريد أن أتحدث بها وأكمل فيها، فوضع كل التليفونات التي يعني ضبطها تحت الطاولة. كما غنيمة يعني غنيمة. نعم، تحت الطاولة، وأخرج من تحت الطاولة كيس كبير ووضعه على الطاولة وقال لي انظر، فأخرج من الكيس سيف، فقال لي ما هذا؟ فأنا أقول لك يعني سيف. نعم 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 سيف. وهنا أنا لا أريد أن أبيح كيف يعني. لا نريد لا نريد، لكن وجد سيف داخل الزنزانة. نعم، نعم، ولكن أنا أقول لك يعني الفلسطينيون، لذلك أخي الفلسطينيون يملكون التسليح المعنوي أولا، يملكون الإرادة العزيمة القوية، يريدون وهم يعيشون أخي يعني مرحلة متقدمة من المجابهة مع العدو الصهيوني من مسافة صفر. الأسرى الفلسطينيون في الداخل أو داخل السجون هؤلاء جيش منتظم وله حياة منتظمة، ويعيشون برنامجا مرتبا يوميا في ساعة كذا عندنا كذا وساعة كذا كذا، وعندنا يعني كالجيش معسكر. وأنا أقول لك هذا الأمر الذي يؤرق الصهاينة. نفس المدير السجن أنا أذكر جاءني، كنا في الساحة يعني نحن نخرج إلى الساحة، الأسرى الفلسطينيون عندنا ساحة من الساعة 7 حتى 8، هذه فترة الرياضة ممارسة الرياضة، وبعدها عندنا ساعة أخرى يعني نكون يعني للتنزه داخل الساحة، والساحة صغيرة طبعا. فهو جاء وقال لي يعني أنا يعني أذهب إلى كل الأقسام، أراهم في هذه الساعة نيام يعني إلا أقسامكم أنتم، يعني لماذا؟ قلنا له أنت تأتي هنا إلى معسكر، أنت لا تدخل عندنا إلى سجن، نحن لا نعتبر أنفسنا في سجن، يعني نحن هنا في معسكر.
وكانت حقا في السجن. يعني هو ادهشه انه بعض الاخوه يمارسون الرياضه لا يكتفون بساعه، وبعض الاخوه عندنا كان ما يسمى مركز النور، وهو كان مركز يعني لتدريس القران وتحفيظ القران، وكان هذا يعني شغله الشاغل او كل نشاطاته في فتره الساحه، لانه يعني حتى يلتقي الاخوه الذين يعلمون ويتعلمون كله في الساحه. فكانت ساحه السجن عباره عن كلها فعاليات، يعني تجد في الزاويه هناك من يدرسون القران الكريم، يعني مجتمع كامل، من يعني يدرسون مثلا ماده معينه او عندهم مثلا منتدى كذا، وهناك من يمارس الرياضه وهذا. فحينما كان ياتي كان يقول انا اعتبر ان كل الاقسام هم بين قوسين اقسام جنائيه الى اقسامكم انتم، يعني قلنا لهم يعني اذا انت تدخل هنا انت تدخل الى معسكر. هذه هي الروح. نعم، هذه السائده. طيب نعود مره اخرى، اذا ربما حفر هذا النفق بملعقه. نعم، هذا النفق الثلاثين متر. نعم، ما هي السيناريوهات من وجهه نظرك وانت يعني كنت اسيرا لمده 20 عاما كما ذكرت؟ نعم، هو الان ما كشف في الاعلام انهم استطاعوا ان يحفروا هذه الطبقه من البطون، ثم ينزلون الأرض بعمق تقريبا مترين. الباطون اللي هو الخرسان يعني؟ الخرسان. نعم، نعم. المسلح. نعم. ثم ينزلون تقريبا مترين إلى عمق الأرض، ومن ثم يعني كان هناك الزحف أفقي، وحسب ما تناول يعني الإعلام الصهيوني وما تم كشفه بأنه يعني كانت هناك لهم حظوظ، الحمد لله رب العالمين، بأنه كان هناك في فراغات واسعة تحت الأرض، بحيث أنه لم يألوا جهدا أو لم يتعبوا أنفسهم كثيرا في مسألة إخفاء التراب. كيف أخفوا؟ بحيث أنه كان في فراغات داخل الأرض، داخل الأرض أخفوا فيها هذا، وهذا أيضا ساعدهم. ثم يعني مضوا إلى يعني إلى خارج جدار السجن، وهناك عملوا اللي هو عين النفق التي خرجوا منها. وطبعا عين النفق سواء في الدخول أو الخروج هو ضيق جدا، وهذا إذا دل على شيء يدل على رشاقتهم، وأنهم لم يكونوا من الأوزان الثقيلة أو السمان، وأنهم قد مارسوا الرياضة. وطبعا خطتهم كاملة الإحكام، بحيث أنهم عرفوا من أين ينزلون ومن أين يخرجون، وما زالوا حتى الآن يعني كل المخابرات التي يمتلكها العدو الصهيوني تلاحقهم، وحتى الآن يعني يفاجئون العدو بأنهم لم يستطيعوا في هذا اليوم الرابع أن يحصلوا على طرف معلومة حول أين هم وكيف خرجوا ومن يأويهم. وبعد مضي أربعة أيام، هذه الأربعة أيام عند العدو الصهيوني مثل 400 سنة، لأنهم يعني فشل فوق فشل فوق فشل، وهم يعني نرصدهم بأنهم يحملون المسؤولية كل جهة على جهة أخرى. تحدث الإعلام كثيرا عن بطولة الهروب دكتور موسى، ماذا عن بطولة التخفي لمدة أربعة أيام مع كل هذه الإمكانيات التي يمتلكها الاحتلال؟ إمكانات استخباراتية عالية جدا، تحدث عن جيش، تحدث عن شرطة، استنفار عالي جدا أمني للبحث عنه. يعني هؤلاء الأبطال كانت لهم تجارب عظيمة قبل الاعتقال، بحيث أنهم كانوا أصلا مطاردين، فهم يعرفون كيف يتخفون قبل الاعتقال، ويعرفون زقاق فلسطين كما تعرفهم زقاق فلسطين، ويعرفون شجر فلسطين كما تعشقهم أشجار فلسطين. لذلك يعني هم غير منقطعين عن فلسطين، وأنا يعني أعرف في وجوههم هذه المباركة وعزائمهم الكبيرة، بأنهم يعني قد يعني أعدوا أمرا جللا في أن يكسروا شوكة الاحتلال أولا بعدم القبض عليهم، وأن لن يعطوه فرصة بالقبض عليهم إن شاء الله، هذا أولا. ثانيا، هناك لدينا حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية من شبابنا ونسائنا وأطفالنا، وهؤلاء كلهم كل بيوتهم يعني جاهزة لاستقبال هؤلاء الأبطال. ونحن إذ يعني نبارك هذه الحاضنة الشعبية، أيضا نحذر من يعني قد يساعد الاحتلال في الإدلاء تفاصيل عليهم أو الكشف أمرهم. هل يمكن أن يحدث ذلك خلال الأهالي؟ يعني أنا أقول يعني إن شاء الله لا يكون ذلك، وأملنا أن لا يكون ذلك، والمطلوب من الشعب الفلسطيني وفصائله أن لا يكون ذلك، وأن يكون هناك في وثيقة شرف بين كافة الفصائل الفلسطينية على حماية هؤلاء النماذج البطولية، لأن اعتقالهم هو هزيمة للشعب الفلسطيني بين قوسين، ولا يهزم الشعب الفلسطيني، وهو انتصار للمخابرات وللعدو الصهيوني ومن يتآمر عليه. لذلك أنا يعني هل هناك تخوفات من ما يسمى بالتنسيق الأمني؟ طبعا هذه تخوفات، وهذه التخوفات لا تزول،
يعني أنا أريد أن أذكر مثلا ماجد فرج وهو رئيس الاستخبارات الفلسطينية، هو في 2016 يعني بعد اندلاع انتفاضة القدس يعني قال بكل ترجح، يعني قال نحن استطعنا أن نفشل 400 عملية فدائية ضد الكيان الصهيوني. أنا هؤلاء يعني قد أوقع منهم كل شيء في مستوى الخيانة والرذيلة الذي أصبحوا يعني غرقا في هذا. ولكن أنا أحذر، يعني أحذر من غبة أن يحدث ذلك، والشعب الفلسطيني يمتلك الوعي، والشعب الفلسطيني لن يمرر حدث من هذا القبيل بسهولة وسيعود عليهم إن شاء الله. ما إمكانية هروبهم إلى الأردن الجارة؟ يعني هؤلاء الذين خرجوا من بطن الحوت ومن هذا السجن الخزينة يستطيعون أن يذهبوا إلى الأردن إذا شاءوا، وأن يعدوا. ولا يوجد تخوف عليهم هناك؟ يعني إذا هم يعني هربوا للأردن لن يقول السلطات الأردنية أن نأخذ صنع إلى الأردن. نعم يتخفون يعني يتخفون يعني، وإذا يعني ولكن أنا أراهم بأنهم هؤلاء الأبطال سيبقون في فلسطين لممارسة عملهم المقاوم، ولذلك يعني أنا لا أتوقع توقعات كثيرة بأن يذهبوا خارج فلسطين. هؤلاء كان لهم مشوار جهادي طويل، يعني مثلا بعض الأبطال هناك من استشهدت أمه وأهل بيته، وهؤلاء الأبطال ونحن أصلا يعني معروف عن الأسرى الفلسطينيين أنهم إذ يخرجون من السجن فهم يضعون على رقابهم ولا أعناقهم دينا بأن يحرروا باقي إخوانهم الأسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية. طيب إذن نعود لما أشرت إليه دكتور موسى، وهي محاولة هروبكم في أي سجن أو من أي سجن كانت محاولة الهروب وفي أي عام؟ هي كانت في عام 1997 من سجن عسقلان. 97 من عسقلان، هو سجن عسقلان في مدينة عسقلان المدينة الساحلية لفلسطين. نحن يعني كنا مجموعة من الشباب أخذنا غرفة، وهي غرفة كانت يعني على المستوى الأرضي، وبدأنا بحفر نفق أيضا للخروج من. كنتم كم في الزنزانة؟ كنا غرفة فيها 16 شخص، 16 أسير، ولكن نحن تحملنا المسؤولية، أربعة أخوة تحملوا المسؤولية بعد الانكشاف، يعني لأنه مش معقول إنه الوزر أو العبء أن يحمله 16 أخ. فقام أربعة أخوة بتبني هذه العملية من أجل إنه باقي الأخوة لا يتم التضييق عليهم. طبعا هم ضيقوا على الجميع، ولكن كانت متفاوتة بين الأربعة وبين 16. انكشف الأمر بصراحة بعد أن عجزنا أن نستمر، وخاصة أن تراكم لدينا كمية كبيرة من التراب والرمل، وكان هناك خطأ بأنه نحن يعني في لحظة ما قد وضعنا هذا التراب في بلوعة المجاري فصفحة المياه، ثم انكشف الأمر. وحتى حينما انكشف كان بصعوبة للاحتلال، كانوا يعرفون أن من هذا القسم هناك محاولة هرب وحفر نفق، وقاموا بثلاثة عمليات تفتيش وعجزوا طبعا، وأحضروا قوة خاصة من خارج السجون مهمتها تدمير الغرف لاكتشاف النفق، ودخلت وكسرت كل البلاط حتى وجدوا هذا النفق، حتى يعني أدهشوا بأنه يعني بهذا الإحكام في، وأدهشوا أيضا بأنه هذا العمل قد استمر تقريبا من 3 إلى 4 أشهر دون أن يحصلوا على أي معلومة أو أن يسمعوا أي طرقة من الطرقات أو صوت من أصوات الأشغال أو العمل. استطعتم حفر كم من المساحة بعمق كم؟ يعني نحن كان يعني العمق تقريبا من 2 متر إلى 3 أمتار كبير، وكان يعني هذا عمق ليس نعم بسيطا، يعني هو بشكل ليس 3 أمتار مرة واحدة، كان أولا متر ثم يعني نمضي يعني أفقيا ثم متر ثم نمضي أفقيا ثم متر، لأنه الأساسات الجدران السجن كانت إيش مغلة كثيرا في الأرض، ثم مشينا تقريبا 10 متر أفقيا، ولكن الإخفاق الذي حدث معنا في موضوع التراب. كم بقي لكم في ذلك الوقت إلى الخروج؟ بقي نصف المسافة تقريبا، يعني قطعتم نصف المسافة. نعم 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 بملعقة أيضا؟ ملعقة وأدوات أخرى. كيف بيكون نفسية الإخوة أثناء هذا العمل؟ الأسرة كيف النفسية بتكون؟ يعني نحن في هذا العمل، هو عمل شاق ومرهق ومتعب، وعمل يحتاج إلى يعني إلى جهد يعني ومخاطرة كبيرة أيضا. نعم يعني هناك ماكينات تقوم بهذا العمل، يعني فما بالك في
يعني أذرع الشباب وأيديهم وقبضاتهم يعني. فهذا عمل المرهق حق المرهق، ولكن يعني فيه متعة بأنك تقارع العدو، وفيه متعة بأنك يعني أن هذا الجهد سيكون له ثمن، وهو أن تخرج من هذا السجن. ولذلك كل ما دون الحرية كله مستطاب من تعب يعني. فلذلك يعني كنا ونحن نحفر نشعر بمتعة كبيرة على الرغم من الإرهاق والتعب الذي كان يصيبنا. وحتى بعض الإخوة كان يعني يرتمي في الفراش لأيام يعني نتيجة تعب الإرهاق من الحفر. إضافة إلى ذلك يعني أنت تحفر تحت الأرض، لم يكن لدينا يعني الهواء النقي، ويعني هذا مسألة شاقة بمعنى الكلمة. وسبحان الله يعني نحن الآن حينما يعني نراقب كيف في غزة يقومون بالأنفاق، طبعا قبل الحكم العسكر وتدمير هذه الأنفاق، بأنه العمل ليس سهلا يعني، عمل مرهقا، ولكنه بإرادة وعزيمة والتمتع بأنك تقوم بذلك من أجل هدف نبيل وسامي فيذهب التعب. كيف كان تعامل القوات الاحتلال أو السجنين يعني بمعنى صح معكم بعد اكتشاف العملية؟ طبعا كان غضبا شديدا، وهم يعني يعتبرونها بأننا استطعنا أن نحقق نصرا، وليس نصر فجأة يعني. نحن كنا نشتغل لمدة 3 أشهر يعني، وهم لم يسمعوا شيئا أو لم يحسوا شيئا، فلذلك يعني كانوا منزعجين بدرجة عالية. وهذا طبعا ظهر حينما يعني أخذونا إلى الزنازين وإلى العقوبات الجماعية لنا أيضا ولأهلنا من منع السيارات، وبعدها من تصنيفنا بين قوسين سقاف، يعني هذا باللغة العبرية سقاف، يعني باللغة العبرية يعني سيكون قفول أبرحة، يعني إذا يصنف الأسير بهذا التصنيف يعني يصبح الأكثر خطير ويجب أن يكون الكنترول والرقابة عليه مضاعفة مقارنة بأخيه الأسير الآخر. فنحن كنا مصنفين على أننا سقاف. على فكرة الإخوة الذين هربوا من الستة كان منهم 3 مصنفون أنهم سقاف، فكانوا يدركون العدو بأنهم هؤلاء يفكرون بالهرب يعني، ويعلم العدو بذلك وقد هربوا يعني. فهذا طبعا يكون صدمة كبيرة لهم، وهذا يعني يعتبر يعني انكسار لمنظومتهم الأمنية وغيرها. كيف يؤثر هذا الانهيار وهذا الانكسار على صورتهم أمام عموم المستوطنين الصهاينة؟ يعني هم يجبرون ذلك بأنهم يعني يدغدغون النزعة الانتقامية لدى الرأي العام الصهيوني، بأنهم الآن مثلا يقومون بالاعتداء والتوحش على باقي الأسرى، توحش على الأسرى الفلسطينيين. بالأمس كان في النقب هناك يعني مداهمات وأدت إلى حرق 7 غرف، وما زالت مستمرة هذه الإجراءات التعسفية. فهم ليس لديهم أي ردود فعل سوى التعسف والقمع المتزايد ضد الفلسطينيين، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على. هل هذه العملية أصابتهم بالجنون في التعامل مع الأسرى؟ طبعا أصابتهم الجنون، لكن الفلسطينيون والأسرى الفلسطينيون أنهم بالمرصاد، وقد قالوا بأننا يعني لن تمرروا هذه السياسات علينا نتيجة فشلكم. وهناك حتى حديث على أنه ممكن يكون هناك خطوات تصعيدية من قبل الأسرى أنفسهم، في سواء في إضراب مفتوح عن الطعام، قد يكون ذلك يعني قريبا، قد يكون في 15 من هذا الشهر يعني، قد يكون بعد 5 أيام. ولذلك هناك مفاوضات حديثة حتى ما جرت أولا ما بينهم وبين مدير مصلحة السجون، وحينما أخفقت الآن هم يفاوضون وزير الأمن الداخلي الصهيوني. وهذا أيضا إذا دل على شيء يدل على أنه حتى الحكومة الصهيونية غير معنية الذهاب إلى آخر الطريق في مسألة التصعيد، وهي غير معنية بالتصعيد، لأن التصعيد ضد الأسرى يعني التصعيد ضد المقاومة الفلسطينية، وبأن المقاومة الفلسطينية قد يعني تؤدب الصهاينة تأديبا على غرار سيف القدس وغيرها، ولأن الصهاينة غير مستعدين لذلك. لذلك الآن هناك نوع من هناك من يتنبأ بسيف الأسرى هذه المرة، يعني كل السيوف للأسرى، وهؤلاء يعني حريتهم دين على كل الأحرار يعني. نعم، سيف الأسرى على غرار سيف القدس، بمعنى أن يكون هناك رد من المقاومة يعني إذا استمر الصهاينة يعني التصعيد ضد الأسرى. يعني القاعدة لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. يعني كل جولة ينزف فيها دم فلسطيني يعني هذا يعني مؤلم للشعب الفلسطيني، وهو لا يتمنى دائما أن يدخل الحروب، ولكن إذا يكون ذلك من أجل الدفاع عن شرفه وعن كرامته فكل شيء يطيب في حينه.
طيب لو عدنا مرة أخرى، الحقيقة هناك بعض التكهنات حول وجود تعاون ما بين السجنين ربما وبين الأسرى. نعم. هل هذا وارد ضمن عمليات الهروب التي تتم أو محاولات الهروب؟ يعني ماذا تقصد بالتعاون؟ يعني هناك بعض السجنين ربما يبدون بعض التعاطف مع المعتقلين أو غير ذلك. هناك من يقول ربما هذا يحدث. يعني أنا أقول لك يعني الحمد لله هناك محاولات كثيرة أصلاً في استقطاب السجنين أنفسهم لصالح الفلسطينيين، وقد كانت في أحداث سابقة وكشفت الإعلام الصهيوني والمصلحة السجون بأنه تعاونوا السجنين مع السجناء الفلسطينيين في تخريب مثلاً التليفونات والموبايلات ويعني مقابل رشوات ومقابل شرائهم بذلك. وهذا مسألة فكر فيه الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين كثيرا ونجحوا في أكثر من صعيد في ذلك، حتى على مستوى ضباط وليس يعني جنود أو سجنين صغار الرتبة وهذا أيضا من العبقرية التي يمتلكها الأسرى الفلسطينيين، فإنهم مستعدون أن يلجأوا كل طريقة أو كل وسيلة مشروعة من أجل أن يخففوا عن أنفسهم سواء بتهريب التليفونات أو غيرها أو من أجل حتى حريتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم أولا، أمين، وأن يرينا إياهم قريبا بين أحضان أهلهم إن شاء الله. أمين. كيف التعاون أيضا مع الخارج؟ اليوم تتحدث عن عملية هروب، أكيد كان هناك تعاون بين المعتقلين أو الأسرى. نعم. وما بين من يعاونهم من الخارج على عملية الهروب، كيف تتم؟ هذه الخطة التي رسمها الأسرى الذين فروا من السجن الستة الأبطال، هذه خطة محكمة وشاملة ومتكاملة وعبقرية، بحيث أنهم بدأوا الخطة بمعلقة ثم حفروا الطبقة الخرسانية ثم النفق ثم خرجوا من عين النفق، ثم أيضا هناك استطاعوا أيضا أن يتجاوزوا مرحلة الكلاب البوليسية ومرحلة الأبراج. نعم. الأبراج اللي عليها الكشافات واللي عليها الكاميرات وعليها أيضا العامل البشري اللي هو السجانين، تجاوزوا ذلك. وحتى هم الصهاينة بيتهموا أنه السجانة التي كانت فوق كانت نائمة، هم تجاوزوا كل ذلك. هذا يدل على أن هناك كانت خطة شاملة ومرسومة ودقيقة، وأيضا استطاعوا بأن يفروا ويبعدوا عن المكان، سواء قد يكون هناك من جاء لنجدتهم ومساعدتهم أخذهم بسيارته وتخفوا لأربعة أيام، والأربعة أيام عند الصهاينة هذه أمداد طويلة من الزمن تعتبر، وفشل فوق فشل. فلا شك أن هذه خطة محكمة شاملة نجح فيها هؤلاء الأسرى الفلسطينيين الأبطال. اختيار توقيت الهروب نفسه ما دلالته دكتور موسى؟ الأسرى الفلسطينيون دائما يبنون تجاربهم على التجارب السابقة. نعم. وهؤلاء الذين قاموا بهذه العملية البطولية هم درسوا كل العمليات السابقة، سواء الفاشلة التي فشلت بنيت بالفشل أو التي نجحت وخرج الأبطال فيها خارج السجون، وهناك العديد من هذه المحاولات، فهم درسوا كل هذه المحاولات وعرفوا أين الخلل في كل محاولة وكيف يمكن أن يجبروا على هذا الخلل وأين هي الثغرة اللي ممكن يستفيدوا منها في أي عملية قادمة، وهذا طبعا أفادهم. وهم يبنون تجربتهم بشكل تراكمي، وليس فقط في هذا الموضوع، في كل نحن نضالنا وجهادنا ومقاومتنا مبنية في كل مراحلها عن المراحل السابقة، نستفيد من المراحل السابقة ونبني عليها ونطورها. انظر أخي إلى الصواريخ الآن التي ترشق كل المدن الصهيونية، هذه أول ما بدأت كان يقول عنها بعض المرجفون بيقول أنها فتشات. هذه الفتشات التي كانت يتحدث عنها مسخرة بعض المرجفون، أصبحت الآن هي تقريبا كل المدن الفلسطينية. وهذا يدل على شيء، يدل أن هناك لدينا تجربة تراكمية. هذه التجربة التراكمية أصبحت تؤرق العدو وتبني معادلات ردع ما بيننا وبين العدو الصهيوني. وكذلك حدث في السجون الصهيونية بأن الأسرى الفلسطينيون لديهم معادلة ردع ما بينهم وبين الكيان والمصلحة. تقصد توقيت السجون الواحدة فجرا أو الواحدة ليلا هذا له دلالة؟ نعم نعم، هم يرصدون أين يكون الفجوة أو الثغرة التي أنا أقصد الثغرة الزمنية. نعم. متى يكون هناك الترهل الأمني ومتى يكون هناك حالة من الانكشاف، حالة من نقول الغفلة الأمنية، ثم يدخلون
في هذه الثغرة ويعملون هذا الثقب الذي يكون بداية نجاحهم. هذا هم كانوا يرصدون يعني من خلال ما أتيح لهم من أدوات وإمكانيات متى يكون هذه الغفلة، متى تغفل مثلا الكاميرات أو متى ممكن يكون هناك يعني مثلا في سجن غزة حينما هربوا في 87 هم استغلوا فترة الضباب، مثلا فترة الضباب وهرب الإخوة الأبطال السوري ومن معه في حينها، وهؤلاء أيضا لابد من 77 أم 87 87 وهؤلاء لا شك 77 أسير في وقتها أم لا هم كانوا ستة أيضا ستة في نعم استشهد جزء منهم والآخر تم اعتقاله مرة أخرى. وكذلك هؤلاء الأبطال قد وجدوا ثغرة زمنية كانت الواحدة والثلث يعني حسب ما يتم تناقله في الإعلام، وهذه الساعة بالذات يعني هي فترة غفوة بالنسبة للصهاينة ونوع من الإرهاق والتململ وإلى آخره، فهم استفادوا من هذه وقرروا أن يكون هذه لحظة الانطلاق. بما أن هذه الضربة جاءت في سجن جلبوع شديد الحراسة، هل يمكن أن تكون ملهمة لبعض الأماكن الأخرى من السجون التي ربما أقل في التشديد من ناحية الأمنية؟ طبعا، لذلك الصهاينة الآن يقومون بإجراءاتهم التعسفية ضد كل السجون، لأنه يقولون نحن الآن اكتشفنا حالة هرب نتيجة نفق، قد تكون هناك حالة نفق أو نفق في سجن آخر، أو قد يكون محاولة هرب من شيء غير النفق يعني سجن آخر. لذلك هم الآن يعني ردة فعلهم الهستيرية تدل بأنهم يعني لا يثقون أيضا بما كانوا يعتمدون عليه من مفخرة الأمن الصهيوني. أشكرهم شكرا جزيلا، شرفتنا دكتور موسى عكري في هذه الحلقة من برنامج الحقيقة الباحث في الشأن الفلسطيني والأسير المحرر. شكرا لكم مرة أخرى. حياكم الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.